تذكر متى قلبك دق بسرعة؟ لما رحنا الملاهي أول مرة، لما تركت أهلي كرمال كفي دراستي برا، لما شفت الحب الأول، أول عربية جبتها، لما حققت حلمي، فتحت مشروعي الخاص، لما قال لي بحبك لأول مرة، لما شفت بنتي بالفستان الأبيض، لما عرفت إني حامل، لما شلت ابني لأول مرة وخدته في حضني، أول يوم لي في المدرسة الجديدة. اللحظات اللي يدق فيها قلبنا بسرعة هي نفسها اللحظات اللي ما ننساها. خلي قلبك دوم ينبض بالفرح. داوم على الفحوصات الدورية في مركز إندكس الطبي.